حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة نقرأها على حضراتكم من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتبادل التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر. رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعودون إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة إلى السعودية والإمارات. ميليشيا الحوثي الإنقلابية ترتكب 68 خرقا للهدنة الأممية في عدد من محافظات الجمهورية. أهلا بكم وعيد مبارك. تبادل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وعبر فخامة الرئيس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، متمنيا لنظرائه موفور الصحة والسعادة ولحكوماتهم وشعوبهم الشقيقة التقدم والازدهار. كما عرب فخامته عن أمنياته في أن تعود هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق للأمتين العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من مجد ورفعة. عاد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي ونواب رئيس المجلس إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة شملت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأجرى فخامة الرئيس خلال جولته الخارجية الأولى مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل دعم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجهها بلادنا جراء الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية. وأعرب فخامة رئيس المجلس في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية سبا عن ارتياحه البالغ للمحادثات التي جرت ونتائج الجولة المثمرة التي ستظهر ثمارها قريبا بما يقود لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وثمن فخامة الرئيس عاليا الدعم الكبير الذي تلقاه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إن تلك المواقف الأخوية ليست غريبة على أشقاء قدموا دماءهم رخيصة في سبيل نصرة اليمن قبل المال والمعونات في مختلف المجالات. وكان فخامة الرئيس قد غادر أبوظبي في وقت سابق بعد زيارة استمرت 3 أيام التقى خلالها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكان في وداع فخامة الرئيس وأعضاء مجلس القيادة وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين إبراهيم الحمادي رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامته والسفير الإماراتي لدى بلادنا سالم الغفلي وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات فهد المنهالي. تلقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقيات التهاني من نظرائه رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. عبروا فيها عن خالص تهانيهم القلبية وأمنياتهم الطيبة له بمنفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني الأمن والاستقرار والتقدم. سائلين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية وقد تحقق لها ما تصبو إليه من خير ورفعة وازدهار. من جهته بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقيات تهاني مماثلة إلى نظرائه رؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية والإسلامية، أعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأتمنى لهم دوام الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من الرقي والازدهار، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. عاد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي اجتماعا موسعا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع والدوائر التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن. واستمع وزير الدفاع من رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي إلى شرح حول سير العمل في ظل التطورات الجارية، وحث وزير الدفاع القادة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء وفق خطط تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة والظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن، ناقلا لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومشددا على ضرورة العمل الدؤوب لرفع كفاءة أجهزة الأمن والمخابرات وتأهيل وتدريب منتسبيها والعناصر المتعاونة معها. وقال الفريق المقدشي إن المرحلة تتطلب أن يقوم جهاز الاستخبارات بالمهام الموكلة إليه بكل اقتدار وكفاءة، وتمتين التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل حماية الأمن القومي وإفشال المؤامرات وردع الأعداء وفضح مخططاتهم. وأضاف وزير الدفاع أن جهاز الاستخبارات له دور كبير في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ويمثل الركن الأساس الذي تتكئ عليه المؤسسة العسكرية للحفاظ على تماسكها ووحدتها، مشيرا أن المعركة وهي المعلومة والأمن لا تقل إن معركة المعلومة والأمن لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية، فالمعركة القتالية والقرارات العملياتية تعتمد بدرجة أساسية على تقديرات الاستخبارات والاستطلاع، مؤكدا أن القرارات العملياتية تعتمد على نجاح الجهاز الاستخباراتي في رصد وتعقب تحركات العدو واختراق صفوفه وتحصيناته. وأوضح الفريق المقدشي أن قيادة وزارة الدفاع تعمل على تطوير التعاون والشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في المجال الأمني والتبادل المعلوماتي، منوها بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الداعمة لليمن وقيادته وقواته المسلحة. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تنصلت من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها. وأوضح معمر الإرياني أن الميليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه إيرادات عائدات المشتقات النفطية لصالح صرف المرتبات، رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعيا إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية. وأشار الإرياني إلى أن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية على تلك السفن التجارية الواردة خلال شهري الهدنة حوالي 90 مليار ريال يمني، وهي تكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريبا لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وطالب الإرياني المبعوث الأممي بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آليات لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم وضمان عدم توجيهها لما يسمى بالمجهود الحربي. رصدت قوات الجيش الوطني 68 خرقا ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية للهدنة الأممية. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أنه تم رصد 31 خرقا في جبهات محافظة حجة و22 خرقا في جبهات محور تعز و11 خرقا جنوب غرب محافظة مأرب، وخرقان في محور الضالع، وخرقا واحدا في محور أبيان، وخرقا واحدا في جبهة كتاف شمال شرق صعدة. ومن ضمن الخروقات محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي حرض وبني حسن غرب محافظة حجة وأخرى غرب جبل هام بمحور تعز، وأحبطتها قوات الجيش الوطني في لحظاتها الأولى. وأشار المركز إلى تعرض مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة لإطلاق نار من قبل الميليشيات الحوثية بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة. رياضيا، توج فريق النمور بطلا لبطولة دورة شهداء البيكلاس الرمضانية الثالثة بمديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بفوزه بالمباراة النهائية على فريق الصاعقة التي أقيمت على ملعب الهاشلي بالمديرية. وقد أقيمت البطولة بنظام الدوري العام ذهابا وإيابا، شارك فيها 8 فرق
وفي ختام المباراة جرى تسليم كأس البطولة لفريق النمور وكأس الوصيف لفريق الصاعقة والجوائز التشجيعية لأفضل هداف وأفضل لاعب وأفضل هداف في البطولة، كما تم تكريم كافة المساهمين في إنجاح البطولة التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك. اختتمت بمديرية المعلى في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات دورة الشباب الخماسي الذي يقام على أرضية حديقة خليج عدن، وشهدت المباراة التي جمعت فريقي أدهم أبو لفة الذي حسم الدوري لصالحه على حساب فريق بحاح، وشهدت المباراة إثارة وحماس قدم خلالها الفريقان عروضا شيقة نالت إعجاب محبي كرة القدم، وفي نهاية المباراة جرى تكريم الفريق الفائز بالبطولة والوصيف بالكاس أو بكاس البطولة والميداليات. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ولمن فاتته التفاصيل هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتبادل التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر. رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعودون إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة إلى السعودية والإمارات. ميليشيا الحوثي ترتكب 68 خرقا للهدنة الأممية في عدد من جبهات القتال.
ختام النشرة، نتمنى لكم ولأحبابكم وأهلكم عيد فطر مبارك. إلى اللقاء.